وليد سليمان الصفتي عايز يلم وليد لم وتخلص هيلعب كل عرضيه يلعبها لورا خطر ابو العلا بترد هوب جوه الجول جوه الجول يا ابو العلا قلت لك خلي بالك من وليد سليمان هو مستني الكره دي من بدايه المباراه عدى وفات بسن الجزمه ويعمل العرضيه لورا بذكاء كبير جدا لان احمد عبد الظاهر كان اتمسك عملها لورا لابو العلا اللي جاي مش متراقب تمام يلعبها ابو العلا تخبط في ايد الحضري وفي الايمن اليمين وتتهادى داخل الشباك عشان يتعلم شوفها تاني يا سلام عليك يا ولد يا سلام يا ولد شوف الرؤيه شوف الرؤيه كل ده كل الرؤيه بصت وليد سليمان دي ما رضيش يلعبها لعبد الله لانه اتمسك هنا وبص لابو العلا وابو العلا عملها فيها والله ايد حسام الحضري لكن في القايم اليمين وتتهادى عشان الدقيقه 36 يتعادل في مرمى نادي السابق النادي اللي اتربى فيه وقضى فيه فتره طويله من عمره لكن بلغه احترافيه خلاص مفيش اي مشكله يسجل محمد ابو العلا هدف التعادل وتصبح النتيجه 1-1. قلت لحضراتكم الزمالك لما قل الاداء وبدا يهاجم على فترات بيحصل الكره كانت قويه وعصام الحضري ينقذ هدف مؤكد تاني ملعوبه خطيره جوه جول يا ناصر جوه جول محمد ناصر. قلت لحضراتكم مشروع لعيب جيد ولما لعيب صغير يبقى عنده الثقه دي بشجاعه وباقدام على طول الكره بولي في الهواء ياخدها بوش رجله الشمال في المقص الشمال لمرمى عصام الحضري عشان تصبح النتيجه 2-1 الزمالك. بدلت الاحوال خطا كويس ومفيش رقابه عليه ابراهيم صلاح اهو شوف حضراتكم قاطع اهو الراجل بدا يقطع اهو اتحرك بالكد وحطها بشكل رائع ويحط الهدف الثاني لامبي وتصبح النتيجه 2 امبي. لسه الانسجام مش هيحصل طويله في منتهى الخطوره انفراد تاني فرصه طلع الحضري جوه جول خلصها ديفوني في غفله من دفاع الزمالك. قلت لحضراتكم دفاع هجومي كبير جدا لجوء لكل الاوراق الهجوميه مع تخلي عن حذر من وسط الملعب وحذر دفاعي استغلوه كويس جدا انفراد تام عدى بعد ما تخطى الصفدي حاول فيها فحل النتيجه على وجوه لعيبه الزمالك. بقول لحضراتكم ديفوني الاجواري يجعلها ثلاثيه 3-1 في الدقيقه 46. شوف حضراتكم انفراد منين طبعا مفيش عمق خالص الراجل انفرد خرج الحضري لكن بسن الجزمه على طول يحط الكره في المرمى عشان يبقى 3-1 في الوقت اللي بيسعى فيه مثالي للي هيلعب ضربه حره ان الكره تعلى من فوق الحيطه وتنزل لكن لو قريبه قوي ممكن تبقى مشكله بعيده قوي تبقى مشكله. مكان مميز يبحث عن اول اهداف اللقاء نادي الجونه نلعب في الدقيقه 13 موقف صعب اختبار صعب لنادي الزمالك والحائط والحارس نعم هدف اول نعم هدف اول اول اهداف اللقاء مش قلت لكم لقاء صعب وهدف قد ياتي وموقف صعب واختبار قوي جدا اختبار قوي جدا 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 وحسن جمعة يتألق في غير أيامه. حسن جمعة بيتألق في يوم الثلاث نعم جمعة ربنا يخلي جمعة يتقدم بأول أهداف اللقاء لنادي الجونة ففرحة جماهير الجونة في المدرجات كبيرة في لعبة جميلة ومثالية من مساحة قلت لحضراتكم وزاوية تسمح تماما إن الضربة الحرة تعلى من فوق الحيطة وتنزل لو قريبة قوي ببقى صعب إنها تنزل تاني من فوق الحيطة لو بعيدة قوي الحارس بيبقى عنده رد الفعل لكن دي مثالية وجميلة وسريعة راح عبد الواحد هو راح بإيدين الاثنين حتى لو راح بإيد واحدة ما كانش هيطولها بينه وبينكو هدف جميل وممتع يستحق من خلاله حسن جمعة الإشادة والتحية 1-0 للجونة. ابراهيم حسن وطارق سليمان وطارق الشمس ولا استفادوا من الهواء ولا حلاوة المية والبحر الكرة العرضية قد يكون التعادل والشيكا يسجل عملها شيكابالا مره وعمرو زكي مره عمرو الانجليزي مره وشيكابالا بالعربي مره تيكت ايزي الزمالك يعود بالعربي وبالانجليزي انطلاقه واختراقه وعرضيه وارضيه وبالقدم اليمنى في الزاويه اليمنى يسجل شيكابالا عاشر اهدافه النجم الكبير ويصبح هدافا للدوري من جديد 1-1 بعد 20 دقيقه من الشوط الثاني وبعد ما خرج جمهور الزمالك من هدومه عاد من جديد للسعاده للفرحه للابتسامه وجاءت باقدام النجم الكبير شيكابالا. نعم شعار رفعه لعيبه نادي الزمالك ونادي الزمالك بشكل عام وحسام حسن
مع كل التحية لهشام الجخ طبعا الشاعر العربي الجميل الشاعر المصري اللي شرفنا وسط العرب كلهم، يدخل نادي الزمالك يرافع عن شعار خبئ خسائرك القديمة كلها واكتب لجماهيرك اليوم نصرا عزيزا لها، لا صمت بعد اليوم يعيد الهزائم لها، فالبطولة في الانتظار. فما أول حاجة بيفكر فيها ضربة حرة، شوف برضه هتاخد وقت قد ايه. بص أول مرة أشوف مباراة ضربات الحرة تتلعب فيها بعد كل هذا الزمن من لحظة الاحتساب للخطأ. النادي الأهلي عنده مباراة مع الاتحاد الخميس القادم، مباراة كبيرة، مباراة مهمة أمام محمد عامر. فوز النادي الاتحاد يعيد إلى الثقة، النادي الأهلي نتمنى أن يعود لمستواه الطبيعي. وضربة الرأس والهدف الثاني، نعم نعم الهدف الثاني عملها صامو الأوكران، وضربة رأس صعبة على الحراس لينجح نادي الجونة بعد 80 دقيقة، ومن ضربة حرة وبضربة رأس صعبة على الحراس يقدم نادي الجونة الهدف الثاني، ونادي الزمالك هدف واحد فقط أكيد لا يكفي في المرحلة القادمة. 2-1 مصر المقصة يكتسب الجرأة الهجومية، بدأ يعني يروح ناحية مرمى نادي الزمالك، عرضية داخل منطقة الجزاء، أبو تريكة المغرب عمر نجدي، قلتلك عمر نجدي عنده القدرة على إحداث الفارق، مش ممكن. نادي الزمالك في ورطة، نادي الزمالك في مأزق، عملها وكلمته قالها عمر نجدي، وأحرز الهدف الأول لنادي الزمالك والهدف الثاني لعمر نجدي. عنده هدف في مرمى نادي الاتحاد، عنده هدف في مرمى نادي الزمالك، المغربي عمر نجدي بيسدد ويسجل هدف أول لنادي مصر المقصة. البداية في حسنية أغادير من 2005 ل 2008 ومرورا بالرجاء البيضاوي من 2008 ل 2011، و 2011 أثبت أنه صفقة ناجحة في فترة الانتقالات الشتوية اللي بيعوض غياب أيمن حفني، وسبحان الله رب ضرة النافع. في تدخل ما بين المعلقين خرج اهو، وشديد قناوي ويلعبها، واول هدف شمال عبد الرحمن. بص حضراتكم، هو راح للكوره وحطها قبل كل الناس، ادي شديد وادي الياسو، واللي حولها حلو قوي في حراسه اربعه كويس، بس يلعبوا بمنظره، ادي الكوره حلوه قوي وهدف مهارات اهو. بصوا نكشه حلوه قوي، ودخل راجل جميل قوي، وهدف جميل من اداء جميل من محمود عبد الحكيم وشديد.